نجح طلاب من كلية الهندسة جامعة عين شمس في تصنيع نموذجا من الغواصة الآلية والتي يمكن استخدامها في الخدمات الملاحية بالمواني وقناة السويس وصيانة السفن. هل تخيلت أن استكشاف أعماق البحار عن بعد لم يعد أمرا صعبا مع تطور الاستخدام التكنولوجي؟ يرجع الفضل في ذلك إلى الغواصة الآلية روف التي انتشر استخدامها في أواخر القرن الماضي لإنقاذ البشر من المهام الصعبة تحت الماء. الROV عبارة عن مشروع غواصة، الفكرة فيه ان هو بينزل تحت المية زي روبوت بينزل تحت المية عشان يقلل من حوادث الإنسان يعني، ويلحم ويستكشف حاجات تحت المية. ولكن نظرا لتكلفتها الباهظة، قام مجموعة من طلاب الهندسة في جامعة عين شمس بتصنيع نموذج محلي من هذه الغواصة، ويعمل الفريق كجزء من نشاط طلابي داخل الكلية يهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من الابتكار والتطبيق العملي لمجال دراستهم. المفروض إن إحنا نحاول نقلل التكلفة على قد ما نقدر في الريسنج تيم، عشان المفروض إن الفند مش عالي قوي، في غواصات بتوصل ل $15,000 والحاجات دي. الفكرة إن إحنا نحاول عشان نقلل التكلفة دي، بدأنا إن إحنا نحاول نصمم كل حاجة ونصنعها بأسعار رخيصة، في نفس الوقت إن هي تبقى ريلايبل يعني ممكن نعتمد عليها. على الرغم من مشاركة الفريق في عدة مسابقات عالمية، إلا أن حماسهم لم يتوقف عند هذا الحد، فهم يوظفون شغفهم ووقتهم للعمل المتواصل داخل معامل الكلية في محاولة لإثبات قدرة الطلاب المصريين على الإبداع والابتكار.